الله على رسول الله أولا قبل كل شيء. أشكر الأخ الكريم اللي بغى هذا، يعني بالاختصار كل شيء باين، كل شيء واضح. هذه المرأة ولا هذا اللي قال هذه الكلمة لا داعي لاسمه أخطاءات كثيرة، كل شيء باين، كل شيء واضح. أي شاب أي إنسان تسوله نفس السؤال يجاوب يقول لك أخطأت بدون تعليق، بدون كثرة الكلام. حنا نشوف الواقع، حنا أقول بلهجتي وليس بلهجة المغربي، بلهجة البركان، صن ويش يخص غير صندوش مشي ديرو شحال يجيك؟ أزيد 20 درهم وفينا حبيبي هذا العائلة واللي عنده الأسرة وعنده الأبناء وزيد وزيد وزيد. طب الله يرد بينا وبالأمة، طب الله يرفعنا الغلاء والوباء. هذا ما أقول، الصلاة على رسول الله. القلب كي يوجع ولكن اللسان كي يضحك، والله العظيم كانها مضحكة العصر. سبقنا في أبريل، احنا في شهر فبراير غادي نسموها أبريل، كذبة أبريل. احنا جداد كان كل مرة يقولوا على كاين كذبة أبريل. بعد ما تقد 20 درهم في النهار ربك يا مربورة، دير 19 درهم وزيد عليها التحسينة وزيد وزيد. عندما تقد 20 درهم وخدا خدام بنادم خدام جور ديالو 6000، ما نظنش تقدو انا بالصفة نهائيا ال 20 درهم هادي كاع. بنادم ما يتقهوى ما والو راها. اخواني السلام عليكم، بغيت نقول الراي نتاعي ديك القضيه نتاع 20 درهم تقد الفقير، يعني 20 درهم يقدر يعيش بها الفقير. هاي 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 20 درهم يا اخواني الا بغى يعيش بها بنادم خصو يعيش في الجبل. الاولى خصو يحفر كهف، يكون ما يسكرش في الدار، يحفر كهف ويدخل فيه ويسكن به ولاده، خصو ما يقريش ولاده، وخصو يعيش العيش الحر، يعني يعيش بالنهر يصيد الحوت. وحذاري يدير النار، لان النار تكلف اسيدي، والملح راه فيها الفلوس، والزيت راه فيها الفلوس يا اخي، راه ما تقدش 20 درهم. حذاري، الضوء ما كانش لانه غادي يتبعكش في الفاتوره، الماء ما كانش تجيب النهر غادي يتبعك الفاتوره. هذه يمكن ب 20 درهم يعيش به بولاده، يمكن يعيش به بولاده. ماذا 20 درهم؟ واش ديال الكوش؟ واش ديال الماء؟ واش ديال الضوء؟ واش ديال الكريه؟ واش ديال المعيشه؟ يلا افتح عليا. هو حنا غير كارين ندير، ما قدكش 20000 في النهار. بعدا هو بحال انا عندي البز بالصغير ما بين الليل والنهار كياكل لي 22 درهم، هذا غير البز غير بوحدو. واه انا عندي ثلاثه البزار وضربي، هما فرعين غير في الضو. هاي الضو كنشكل ورقه والو 45 40 35، هذه غير الضو. هاي على عندك 2000 فرك، هذه في النهار غير تاع الماء والضو، عندك 2000 فرك ديال الماء والضو ما تكفيش. بسم الله والسلام على الله ينصر سيدنا. اولا قبل الكلمات تاعي نعطي شي كلمات شي اقوال بان نيه خالصه لجميع المنتخب المغربي، الشعب المغربي. نحن هنا بعد سؤال قد طرح علي، هل 20 درهما تناسب انسانا وهو لذا انسان عنده اولاد، هل 20 درهم يقد في مقداره؟ لا ينجم. وما بعد ذلك لدينا سيدنا الله ينصره، الله أكبر.